السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الزوم في برنامج الاوبن بيلدينج ديزاينر. من بكرة الماوس تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت. طيب لو انت عايز تشوف المشهد كبرسبكتيف، بنيجي هنا على العلامة دي ونضغط عليها، وبعد كده كنترول وشمال، وببدأ ان انا اسحب بالشكل دوت، فالبرسبكتيف بتاعي بيتغير زي ما انت شايف. طيب لو دوست هنا برضو على السهم الصغير دوت، هتلاقي ان هو ممكن يظهرها لك اكتر من نوع من الكاميرا، مثلا اكسترا وايد كاميرا او نورمال كاميرا، او ممكن تقول له تليفوتو كاميرا بالشكل دوت، او كاميرا اوف، فتقدر تتحكم في الحاجة اللي انت عايزها.